أولى فقراتنا لليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نبدأها بعالم التربية، فالخجل بيعد من أحد العوامل الطبيعية لتكوين شخصية الطفل، مثل الشعور العادي بالخوف أو الإجهاد أو الحزن، وبشكل الخجل عقبة أمام الطفل إذا زاد عن حد الطبيعي. فكيف ممكن للأم أنه تكتشف بأنه الخجل بات حالة لابد التوقف عندها، وما الطريقة الصحيحة للتعامل معه؟ للحديث أكثر عن الخجل بصرنا نرحب بالاستوديو بالدكتورة في التربية الخاصة ريم سعد. صباح الخير، سعد صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي يا ريم. ريم، يعني تعرفي لنا مفهوم الخجل بشكله الصحيح عند الطفل؟ مشكلة بتقدير ذاته، انسحابي، ما بيقدر يتصرف بالمواقف يلي بتصادفه بالحياة أو يحلها بشكل صحيح ومزبوط تساعده أنه يتجاوزها، وهذا الشيء بيأثر عليه اجتماعيا وممكن أكاديميا، وبيأثر على عائلته بأنه طفلي عم بيعاني من هاي الظاهرة وأنا ما عم بعرف شو الحل أو كيف أتصرف. نعم ريم، نحن ايمت فينا نقول انه هيدا طفل عنده خجل؟ يعني باي عمر؟ هلا بنلاقي يمكن بعمر صغير عائله، بعد شوي يمكن نحطه بجاردري او ممكن يختلط بقرايبين، باي عمر بالضبط نحن فينا نحدد انه هذا الطفل هو فات بحاله الخجل؟ هلا مبدئيا تقريبا اذا نحن حسب امتى بده ينحط الطفل مثل ما قلتي بدور رعايه، هلا غالبا بثلاث سنين بلش معنا مظاهر، يعني احنا نكتشف اول شيء بيكون طفل بمحيط اسرته، بمحيط عائلته، ما في مشكله، وبدنا نفرق بين التربيه والاخلاقيات اللي بتزرعها العيله بالطفل الصغير وكيف هو بيتصرف بادب ولطافه، وبكيف انه يكون خجل. خجل مضر له، مضر على تحصيله الاكاديمي، مضر على تفاعله الاجتماعي، على طريقه لعبه، على طريقه تفاعله حتى بالمحيط الاسري. فهون نحن ببساطه بنقدر نميز بين خجل هو الشيء الطبيعي اللي هو ادبيات واخلاقيات، او هو طبع الخجل اللي هو عم يخلي طفلنا نحن يتراجع، او ما عم يكون له مجموع بالمجموعه تمام حضور او شيء مميز يقدر هو يعمله. طيب ريم، يمكن كثير من الاهل يلي عم يتابعونا هلا وعندهم اطفال بيقولوا انه اولادنا بالبيت شيء وبرا البيت شيء ثاني، يعني بيقولوا لهم برا يمكن انه شو طفلك هادي ورايق وهيك، هو عكس هذا الشيء بالبيت. هلا هذا بيندرج تحت موضوع الخجل، وهل بيشكل هذا الشيء تاثير سلبي على الطفل؟ هلا هون نحن ما فينا كثير نقول انه هذا الشيء خجل، ببساطة اختلاف التربية بين أب والأم أو معايير التربية، الدلال الزائد للطفل، دائما الأهل أنه إيه موافقين، دائما في إيجاب، دائما بيقدر الطفل أنه هو يسيطر على الأهل حتى لو بكان سلوك عدواني أو سلوكيات نحن بنشوفها للأطفال تجبر الأهل أنه خلاص اللي بدك يا رح يصير، بس أنه أنت اهدى أو لا تعمل هاي التصرفات بالخاص قدام العالم. فبنلاقي بالبيت هو كائن او طفل غير يعني تماما نقيض خارج المنزل او بالمدرسه او مع مجموعه الاقران. هون إلى علاقه بالتربيه اكثر، صار انه نحن كاهل هو بيكون سطوه شوي على اهله، او هو قدران يتحكم بسلوك اهله وطبيعتهم، وهو قدران يوجههم بالشيء اللي بده اياه. خارجا هو لا، لانه نحن عندنا طفل الحمايه الزائده او الدلال الزائد اذا بدنا نسميه، هو طفل ثقته بنفسه ضعيفة، فمشان هيك بالمحيط ما بيعرف يتصرف أو ما بيقدر يتجنب بعض المواقف اللي هي ممكن تحرجه أو متضايقه، فمنلاقيه إنه شوي انسحابي. للخجل له يعني عدة أمور تندرج تحت الخجل بنلاحظها نحن بشكل معياري، يعني ممكن كأعراض بتكون، يعني إذا فينا نسميه أعراض أو حالات أو تصرفات ممكن طفل يقوم فيها. تمام، ما بالضرورة الحالة اللي حكينا أول شيء إنه هي تكون خجل، هي مشكلة بالتناقض التربوي بين الخارج والداخل. الخجل مثل ما قلنا له معايير تانية، يعني نحن بنحطها 1 2 3 بتكون مزعجة، وبتكون بالمدرسة منتبهين لها بشكل كتير منيح، وبالعائلة حتى منتبهين لها، لأنه حتى بتكون كمحيط عائلة صغيرة أو مجموعة الأقارب الطفل انسحابي أو ما بيقدر مثلا يسلم أو يحكي هو شو عمل بالمدرسة أو يحكي تصرف، أو ممكن مثلا مع القرايبين يتعرض لعنف، يتعرض لشيء يضايقه أو يزعجه، هو ما يقدر يتصرف أو حتى يحكي لأهله. هون نحن بنقول إنه هذا الشيء عنده خجل، اللي هو عمله مشكلة بالذات إنه يقدر ذاته، يعرف يحمي حدوده ويخلي الآخرين يحترموه أو يحترموا وجوده بيناتهم. نعم ريما، يمكن منشوف الأطفال بس يخجلوا بيعملوا حركات يمكن هن بحياتهم معاملينها، يمكن ما بعرف بيمسكوا أصابعهم أو شعرهم، أو عن جد في حركات هن بحياتهم معاملينها
عاملينها وبيعلقوا على حركة بس يخجلوا أو بس يتلبكوا أو بس يكونوا عم يشوفوا عالم جداد. خلينا نحكي عن هدول الحركات اللا إرادية. تمام، هي حركات نحن بنسميها حركات خفض التوتر. أوه. اللي هي ممكن هو يفتل بشعره، او ممكن في اطفال مثلا بتحط اصبعها بتمها، اطفال بتتخبى وراء اهلها، اطفال بيكون مثلا احيانا بيخجلوا من اهلهم، فانه اذا الاب جاي يشوف الولد وكان معلم او كان مسافر بلاقي الولد اللي غريبه كثير بيحبه الابو بس هو هرب وراح على غرفته وما مثلا ما عمل مثل ما يجب، او هو بحب كثير بيت سته بس ما سلم عليهم، عيط او هو مثلا صرخ او الا ما بدي، ما هو كثير بيحبهم. هلا هي التصرفات نكون شوي حكيمين، هي دلاله على الخجل، ما بضروره طبعا اذا كانت هيك فراده او فراديه انه هي تعبر عن سلوك غير مهذب، لا ابدا، هي ممكن تكون مظاهر خجل بس الطفل ما عرف كيف يتصرف فاجت ردة فعله بهي الطريقه، حتى احيان قدم الاظافر. كمان كلها هاي سلوكيات احنا بنسميها سلوكيات خفض التوتر اللي هي بتريحه شوي هيك الخدود. تمام، سلوك الجسمي بنلاقي نحن ممكن رشفه بسيطه، ممكن شوي هيك يتعرق، ممكن يحمر خدوده، ممكن نحن اذا حسينا او موقف يجي تعرض للطفل يصير عنده خفقه بسيطه بالقلب. فهي مجموعه اعراض تختلف من طفل لطفل بتأرجينا انه هو متعرض لشيء خجل. هلا يمكن الخجل هي اوقات بتكون صفه او سلوك الطفل يعني بيكون مكتسبه، لكن امتى الخجل بصير مشكله لازم الأهل يعالجوها؟ تمام، مثل ما قلتي نوهتي إنه ممكن يكون شيء مكتسب، هو ممكن يكون شيء وراثي، أب أم أو أحيانا بعض الأجداد أو العموم. تماما، هو نحن عنا جزء من الخجل هو خجل وراثي. إذا أنا وبابا متفقين أو عارفين إنه إحنا عنا سلوك خجل أو محيطنا شوي ما لنا عنا كيف نقدر نكون علاقات أو صداقات أو فبدنا نتلافى هذا الشيء عند ابننا إذا نحن واعيين لمشكلتنا. فنبلش نحط ابننا بمهارات اجتماعية معينة، نخلطه بالعالم. أنا كتير بطلب من الأمهات إنه انزلوا على السوق، خلي الولد يحكي مع البائعين، اطلبوا منه مهمات. تمام، هو يشيك على تمام براه. يعمل مهارات اجتماعية هو ما متعود يعملها، ودائما يكون وراه وساندته، حتى لو عذبنا بأول فترة وما قبل وكان خجول، لا كثرة التشجيع طبعا هي ممكن تاخذ اشهر او سنه من العمل، ما بتصير هي باسبوع او يوم وليله. تمام، فهي بده يكون واعي له وقت انا اكون عندي مشكله، وقت انا بعرف انه ابني شاطر وابني انا عم يدرس منيح بس هو تحصيله بالمدرسه كثير ضعيف. تمام، او هو بيتعرض دائما للاستهزاء او للتعنيف من قبل اصدقائه او من قبل حتى احيانا المعلمين، انه انت ليش ما عم تجاوب، ليش بيتأدي لاحباط، بيزيد الخجل عنده، بيرفض انه يروح على المدرسه، بالبيت بصير بيرفض انه يروح الى اللقاءات الاسريه مع العائله، بتجنب اللعب، دائما لزقان بماما او قاعد جنبها، دائما ممكن اتسلى او العب بالموبايل او بالتاب قدامي بس ما تخلوني اني احتك او عاشر محيط ثاني فيه افراد. فهون نحن بنقول لا، في اشارات استفهام يعني انه هذا الطفل بحاجه لتدخل، وتدخل مثل ما قلنا بده وقت، اشهر او حتى سنه ونص حسب طبعا حاله ان شاء الله الاهل ما يخجلوا ويطلبوا استعانه تدخل باخصائيه. تمام، هو دائما نحن على فكره الاهل في كثير عندنا مشاكل بس الاهل ما بيدقوا ناقوس الخطر الا ليكون في مشكله بالتحصيل العلمي. دائما هاي الشغله هي اللي كثير بتدخل بالاهل تماما انه لا صار في مشكله، اما اذا ما كان في مشكله بالتحصيل العلمي بالمجمل باي مشكله فبيكون الاهل مطمنين. دائما احنا عندنا مشكله انه لا بس ما صار في مشكله بالتحصيل، هون احنا بنستشير اخصائي. يعني خلينا نضل بسياق العلم والمدرسه، يمكن مثل ما ذكرتي حضرتك انه في كثير طلاب هن مثلا بالمشاركه ضمن الصف بيعرفوا الايجابي بس هن بيستحوا يرفعوا ايدهم ويشاركوا. هن يمكن حتى بالبيت انه خجلهم بنسيهم، انه بتلاقي طالب بيقول انه بس شو اول كلمه ذكروني حتى اتذكر. يعني هذا الخجل بالمجال العلمي يعني بتخيل هون الطفل صار شوي بالابتدائي يعني صار كبير هون. يمكن في له علاج تاني من قبل الاهل ومن قبل الاخصائيين. تمام، هلا حتى نعرف ليش نحن هيك الطفل بيتصرف، هلا عمليا شو بصير انه الانفعال بيضغى على المنطق. تمام، يعني بتصير طفل كتير انفعالي. دائما نحن حتى من حالنا بنعرف وقت بننفعل، ممكن نحكي كلمات بحياتنا محاكينا، ممكن نعصب كتير، ممكن نخبط، ممكن ممكن ممكن. ليش؟ لانه الانفعال نحن بنقول بيوقف التصرف العقلاني او التصرف الصحيح. نفس الشيء بصير مع الطفل بس بشكل ابسط، يلي هو ما بيقدر يستحضر بدماغه الاجابه الصح حتى لو هو بيعرفها مليون بالميه، بس خلص انا بقول انه الدماغ سكر. شو يعني سكر؟
يعني أنا مالي قدران استحضر هاي الإجابة هلا، أنا مجرد كتلة خوف، كتلة رعبة، صح ولا لا، بضحكوا علي أو لا، أولى صوتي ممكن يرجف حتى أنا وعم أقوله فيضحك زميلي أو مجموعة اللي حوالي، فأنا خلص حتى لو كنت جرب إني أقول فأنا رح أعمل كف وما بقول. فهو طغيان الانفعال بيخلي أنا سرعة استجابتي تكون كتير بطيئة أو حتى ما تكون. وقت بقعد مثلا إذا بدي أحكي أنا عم بحكي لأن شعور طفل، وقت بقعد بتلاقي دغري أنه مستحضرت بذهني وبكون جاهز حتى بقولها بيني وبين نفسي، بكون واثق من حالي، بس وقت إجي حتى واجه جمهور أو هو اللي مجموعة الأقران فأنا بعمل تصبيت وما بقدر أني أقولها. وممكن صير حتى مع الأم والأب، أحيانا الأب أو الأم اللي بكون شوي ما بنقول عصبيين بس شديدين، انفعاليين، بيخلي الولد خاف خاف، يعني أنا سيطر الانفعال علي وعلى على الشيء اللي براسي فأنا ما قدرت استجيب. هلأ هون التعنيف البسيط أو أحيانا الاستهزاء بيخلي عند الطفل أحباط، أحباط معناته أنا بريح راسي لأنه حيبين شو بيقولوا، ولد عفوا كسلان، ولد ما نو شاطر، ولد عنده أنه مو مثل إخواته ومو كذا، فبريح حالي وبعيش بهي الهالة أنا وتحت هذا المسمى، وبعد أعمل أي احتكاك بيني وبين مثلا الشخص اللي عم بيعلمني أو حتى بالغرفة الصفية. شو الحل؟ هلأ الحل تمام، وقت أنا استشير أخصائي فدائما مثل ما قلنا بنتدرج بانه نحن نبلش بالدمج الاجتماعي للطفل من ابسط شيء اللي هو العائله، قول لبابا انه نحن بدنا نروح للمكان الفلاني، قول لاختك تجيب لي مثلا الشيء الفلاني، قول لبابا يعطيك مصاري. يمكن تحملنا شويه مسؤوليه كمان بياثر على ايجابيا. تمام اكيد المسؤوليه كتير كتير مهمه بانه انا اتخطى هاي المسؤوليات اللي بعطيها للطفل. بعدين بلش بعد ما خلص محيط الاسره بلش اتجه للخارج اللي هو الاحتكاك مع الناس، بطلب من الأم تروح على المول، تروح على الأسواق، الأماكن اللي فيها عجقة كتير، فيها ناس كتير، وفيها احتكاك زايد، وبعلم طفل أنه أنا مثلا اشتريت هاي القطعة فأنا ما بديها، فبخلي طفل أنه يروح لعند البائع يقول أنا ما عجبتني بدي رجعها. هلأ كتير رح اتعذب بهاي الفترة حتى هاي نحن بنستخدمها مع الراشدين اللي عندهم هاي المشكلة، أنه لا روح قول ما عجبتني. هاي الكبار بيخذلوا فيه. تمام تمام. فنحن حتى مع الكبار احنا نبلش من هاي المواقف، نعطي وظائف ونعطي مهمات انه اعمل هيك او ساوي هيك، ودائما دعم للطفل. ممكن باول فترة يكون سند، السند دائما انه انا اكون خلفه او ورا ظهره وعم بدفشه بشكل انه اقول او بيقول لك انه ما عجبتني، نقي نقي، روح انت نقي، روح انت بدل. تمام. بعدين دائما شغله كتير مهمه هلا احنا عنا اياها صار بشكل كتير ظريف، هو المسرح اللي خاص بالاطفال او طريقه الحوار اللي هو على ستيج، وحتى لو بمجموعات بسيطه كمان هي كتير مهمه عند الاطفال بانه ببلش الالقاء. وقت انا يكون عندي ضيوف او عندي مجموعه جديده جاي لعندي فوت سلم وبوقف وراه لطفلي بمسك ايده اهلين كيفكم، حتى لو انا قمت بالسلوك وحكيت عنه بس على التكرار طفلي راح يتجاوز هاي المشكله، حيكون شوف انه هذا الشيء كتير لطيف وهو شيء متاح لي. طب المدح الزايد ما بيعمل مشكله زايده؟ دائما بمدح، بس بمدح دائما بالشيء اللي عمله الطفل مهما كان بسيط، اما اذا شيء مو عنده ابدا ما بمدح ابدا. المدح الزايد او باول فتره لا مقبول، بس بشرط انه يكون شيء عمله الطفل حقيقي يشوفه قدامه انه انا مزبوط تصرفت هيك. اما شيء مو صاير لا ما بمدحه اكيد. هلا هون قديش تعاون الاهل مع المدرسه امر كتير مهم، خاصه مع الطفل الخجول بالمدرسه، قديش ممكن يعني الاهل يوعوا شوي المعلمه انه طفلي انا خجول ساعدينا انه يتخطى هالمرحله هاي وانه تكون علاماته احسن ويكون بالمدرسه احسن من هيك، هون كيف لازم يتعاملوا مع الكادر التدريسي الأهل؟ طبعا بحضورنا للمدرسة اللي بتخص الطفل واتفاق مع المعلمة، طبعا المعلمة والمحيط الطلاب هو يعني أكبر دعامة للطفل بيكون، ونحن حتى نحن الكبار نظرة المجتمع لنا هي اللي بتعطينا الدافع أو الشخصية تبعيتنا أو كيف نتصرف، هي بتعطينا هي القوة. وقت اتفق مع المعلمة وتبلش معي بهي الاستراتيجيات التشجيعية، أو نحن حتى بنبلش بعمر صغير بالروضة أنه أنا ببلش أبعته من صف لصف قول للمعلمة تعطيك هيك، ودي هي للمعلمة الفلانية، دير بالك مثلا على هذا الولد، خده على أنت وديه مثلا عن المس اللي خاصة بالحمام، يعني ببلش بعطيه هاي المهمات ونحن بنعملها كتير وهي بتكون ناجحة. وأنا بقدر بس طبعا مو ألمس 6 أشهر اني اتخطى هاي مشكله الخجل ويصير الطفل هو طبيعي وقدران انه يدافع عن حاله وتخطى هاي القصه. طبعا المعلمه كتير كتير مهمه لانه هي الشخص بالنسبه للطفل، هاله المعلمه انه قالت لي او قالت لي حبيبي او قالت لي شاطر القدوة. او حطت ايده تمام على راسي، فهي بتعطي دفع معنوي كتير كبير، احيانا بيكون حتى اكبر من دفع العائله له، فهي هذا الشيء كتير مهم
أنه أتفق أنا مع المعلمة وتكون المعلمة متعاملة معي لأقدر أتجاوز هاي المشكلة اللي عند الولد. نعم ريم، يمكن هيك يعني بالعادة دايما بتحس أنه هلأ هذا الجيل الأهل ما كتير بيمونوا أنه هنن يوجهوا صح أو ما بيسمع كلمتهم، خلص طايشين هيك، بتحسيهم بعمر محدد هنن طايشين. مين الشخص البديل الأقرب إلى الأهل غير المدرسة، بعيدا عن المدرسة، لحتى يساعد الولد إذا عنده حالة من الخجل أو عنده أي حالة نفسية تانية انه هو يطلع منها، يعني خالي عمي تيتا، مين هو الشخص اللي بيكون اقرب بعد الاهل؟ هلا اذا بدي احكي على سلوك، انه مثلا صار في هون عندي قصتين كسلوك، كسلوك عدواني او خليه سلوك عند اللي هو انه ما عند له الاهل مونة على الطفل، هذا له علاج وله شغل تاني، وانا افضل دائما مع الاسرة بخص بهذا السلوك اللي هو العند، لأنه هو بيعتمد على السلطة، وأول سلطة للطفل هو الأهل. فنحن دائما مثل ما بنقول مصفر العدادات مع العيلة، ومع اختصاصي ما بصير هذا الشغل عيلة لحالة، منبلش نشتغل على هاي القصة ونعمل سلطة للأهل، وبعدين بتنتقل ممكن لباقي العيلة، كان ست أو جد أو خالات أو عموم. بالنسبة لموضوع الخجل، دائما العيلة، حتى العيلة بدها اختصاصي، لأنه الاختصاصي بيمتلك تقنيات. يعني أنا كأم عرفت أنه ابني عنده هاي المشكلة، حتى أحيان ببحث عن النت، ببحث بدور بشوف كذا، بس أحيان بدي اختصاصي، لأنه اختصاصي الخبرة تبعه هي بتمتلك تقنيات أكثر، بأن أقدر وجهه وأعرف بالبيئة تبع الأسرة ولا تبع البلد أنه أنا كيف أتوجه بهذا المحيط وأعطي خطة العلاج للطفل. فدائما الاختصاصي، وأنا إذا عندي حدا بالعيلة أحيانا خال، ودائما بدي يكون منوه على هون تمام، انه يكون خال او عم بس باشراف العيله. ما بحب يعني ما كثير منفضل انه يكون مو تحت نظر الام او الاب، لانه ممكن احيانا تصير مشاكل تانية نحن بغنى عنها. المحيط الاول او الشخص الثقه هو اللي بيكون الداعم لهذا الطفل مع الاسره تبعيته. ريم، يعني قديش نحن لازم ننشر ثقافه العوده لاخصائي بالتربيه الخاصه عند الاهل اولا لحتى يقدروا يساعدوا اولادهم؟ ليش نحن عندنا ما كثير منتشره؟ يمكن لانه مثل ما حكيت انه هي ما انا كثقافه. هلا ما بقدر انكر انه مثلا بهي الفتره هي اعلى بكثير مثلا من 10 سنين، اكثر العيله صارت تنتبه لهي التفاصيل، بخص وقت شوي تبلش لها علاقه بالدراسه، مثل ما قلنا كونه نحن بنحب كثير الدرس والتحصيل الاكاديمي، فمجرد ما اقترانه ولو بشيء بسيط بالتحصيل او بالسلوك داخل المدرسه تبعيته دغري الاهل عم بيكون عندهم هاي الهاجس انه انا لازم استشير اختصاصي. وحقيقه هو الاوعى لازم يكون هن الاشخاص المعنيين بدور التعليم بالمؤسسات التعليميه، لانه دائما انا كأم وقت اللي المدرسه او الاداره اداره المدرسه انه الافضل مراجعه اختصاصي، فانا حكون متشجعه اكثر. فهي نشر هاي الثقافه اول شيء بالمؤسسات التعليميه هي لحالها هي الاهم، يمكن تمام. لازم تكون موجوده تمام. بكل مؤسسه تعليميه موجودين اخصائيين بالتربيه، تمام، لازم يكون يعني نفعل اكثر هذا الشيء، وتفعيله بيكون انه انا حتى الشيء العلمي، يعني دورات تكون دورات علمية مكثفة للأخصائيين اللي هنا ملحقين بالمدارس أو لحتى أنا حيطهم بمعلومات. يعني إحنا هلأ كتير في عنا مشكلة، بعيد شوي عن موضوع الخجل، مشكلات التواصل، اضطرابات التواصل يعني الأطفال هلأ هي كتير منتشرة وكتير صايرة شائعة بين أطفالنا، يعني عم تكون نسبة كتير عالية. فدائما أنا وقت أقع على طفلي بعمر السنة ونص والسنتين وأنا بقدر أقع على هاي المشكلة بهذا العمر، كتير سهل أنا بالثلاث سنين وأربع سنين يكون أنا متجاوز هاي المشكلة إذا نحط البرنامج الصح. فدائما المؤسسات التعليمية أو دور الرعاية وقت تلفت الأهل لهي القصة وتنبههم يكون عندها الخلفية العلمية الكبيرة والواعية، رح نقدر نحن نتلافى هاي، وحيكون في دور أخصائي أكثر بكتير طبعا. وهلأ هو دور مقبول بس حيصير أكثر. طب أنا عندي هون سؤال، إنه طيب في أسرة عندها مشكلة مع طفل، هون كيف بدها تدخل الأخصائية مثلا؟ أنت كريم كيف بدك تدخلي مع هذا الولد الطفل الصغير؟ كيف بدك تقدمي له حالك؟ كيف بدك تقنعي فيكي؟ خلينا هيك نعرف هدول التفاصيل. يعني تمام. أكيد أنت شخص غريب، لا ما بتقبلك أبدا، ممكن هيك يكون ردة الفعل. تمام. هلأ كل طفل حسب كل مشكلة، مشاكل نحن فيها بالعند وفيها مشاكل اضطرابات السلوك بتختلف، اللي هو أنا بكون بحضر الطفل أنه جاي شخص حيشتغل معك وحيعمل تدريب، لأنه أنا مو رضي يعني عن سلوك واحد اثنين ثلاثة، يعني بشتغل مع الأهل أول يعني شيء. تماما، يعني مو مثلا رفيقة الماما أو رفيقة كذا، لا، هاي ممكن أعملها بالشخص اللي عنده خجل أو انسحاب. هذا وارد، أو أنا بدي أفتح معه قناة بأنه بدي جره لموقف معين،
أو ببساطة هي بتلحق شيء كاريزما، يعني الاختصاص بيقعد مع الأطفال فبده يكون عنده الكاريزما أنه هو يقدر يعني يقدر يفوت للطفل ويجيبه لصفه بكتير سلاسة وكتير بساطة. فهلأ ما بدي أحكي عن حالي، بس أنا الحمد لله عندي هالكاريزما اللي بقدر أني الطفل أنه يكون هو معي، أو حتى مع العيلة أنه أنا أعمل حلقة محكمة أنه هذا الطفل صار معي. إذا كان بعمر المراهقة فهو حيأمن لي وحيكون في بناتنا شغل حلو، وإذا كان بعمر الطفولة فهو رح يثق فيني وحيشوفه. دائما الصدق مع الطفل وأشوفني أنا شخص صادق معه، شخص صريح، بنفس الوقت بدعمه حتى بأموره كتير بسيطة لحالة، رح تنفتح هاي القناة وحيكون في هذا العلاقة الظريفة معه. لهيك نحن منركز على أهمية وجود الأخصائيين خاصة عند الأطفال، ونحن بنتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم. نتمنى كل الأطفال يكونوا كل أمورهم بخير وتحصيلهم العلمي كله منيح إن شاء الله. أكيد شكرا لاستضافتكم لطيفة. شكرا كثير لك، وشكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا، شكرا لكم.